لكم القدوة في حب الوطن والعطاء له بلا مقابل. واليوم الوطن يناديكم أن تزيدوا في عطائكم عطاء، بأن تطلبوا أصواتكم في شأن تعديل دستور بلدكم، فكونوا في طليعة الصفوف أمام لجان الاقتراع. ونحن على عهد معكم أن تلاقوا من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن قضاة مصر داخل اللجان ورجال القوات المسلحة والشرطة خارج اللجان كل عون وترحاب. أبناء مصر المقيمين في الخارج، إن ثمة رباط وثيقا يربطكم بوطنكم معقودا بقلوبكم، لا يتآكل بمرور الزمان ولا تضعف السنون ولا ينحل عقده بالظروف، بل إن الزمان يزيد الرباط متانة ويغلفه بالحنين للوطن والشوق لأهله، والسنون تزيده وثاقا والظروف تضيف إلى عقده عقدا. فلم تتخلفوا يوما عن نداء وطنكم ولم تنسوه أبدا، بل على العكس من ذلك، كلما ناداكم الوطن لبيتم نداءه وعليتم رايته في كل موضع وأشهرتم الولاء له في كل محفل. أبناء مصر المقيمين في الخارج، لقد أثبتتم في كل موضع أنكم سفراء لمصر في كل بلاد العالم، وتعلون من صوتها معلنين الولاء الوطن والحنين إليه، حاملين لمسؤولياتكم تجاه وطنكم، مؤدين لأماناتكم، مؤكدين أن حب الوطن ما زال يسكن قلوبكم متى كنتم وأينما كنتم. فإن كان لكم دور عظيم فيما مضى من استحقاقات، فإن لكم دور أعظم فيما هو آت، أنكم مدعوون إلى إبداء رأيكم في رسم ملامح مستقبل وطنكم. فكونوا على عهدنا بكم وشاركوا في الاستفتاء على تعديل دستور بلدكم. شعب مصر العظيم، إن كان لكل مواطن متمتع بحقوق أساسية الحق في إدارة الشؤون العامة لبلاده عبر إبداء الرأي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية.